بسم الله الرحمن الرحيم. حنبلش بنات بالنقطة الثالثة من نقاط درس الانعكاس، وهي التحويل أو الانعكاس حول محور الصدد. عشان أشرح أستخدم تدريب الرابع صفحة 101. طالب مني أجيب انعكاس لهي النقاط: انعكاس حول محور الصدد، انعكاس رمز بالرياضيات عين، اعملي لها ديل محور الصدد، فحاعمل صاد صغيرة تحت. انعكاس حول محور الصدد لهي النقطة ألف سالب 8 و5، شو حتصير صورتها؟ مثل ما لما سوينا انعكاس حول محور السينات ثبتنا السينات لأنه هي مرايتي، وعكسنا إشارة الصادات. لما بتكون مرايتي هلأ الصادات بالعكس، هثبت الصادات وحاكس إشارة السينات، إذا حتصير النتيجة أو حصير الصورة عندي بدون ما استخدم المستوى البياني فورا حتصير 8 و5، ثبتنا الصادات لأنها مرايتي وغيرت إشارة السينات بالعكس. برضو طالب مني أجيب انعكاس لباء حول محور الصادات، الرمز تبعها عين للصاد، صاد صغيرة لباء، آسفة هون ألف فتحة صارت صورتها ألف فتحة، باء 7 و 4. يا ترى مين حثبت ومين حعكس؟ لأنه الانعكاس حول محور الصادات حثبت الصادات، هي مرايتي الصادات حثبتها، حغير إشارة السينات، إذا حتصير عندي هون سالب 7 سالب 4. انعكاس حول محور الصادات للنقطة جيم، برضو نسينا باء فتحة، هحط جيم فتحة فورا عشان ما ننساها. شو حتصير صورتها يا ترى؟ أنا برضو انعكاسي حول محور الصادات، مرايتي هي الصادات، هثبت الصادات وحاكس إشارة السينات، يعني حتصير النقطة عندي سالب 3 و9. آخر واحدة حعمل انعكاس حول محور الصادات للنقطة دال، شو يا ترى حتصير دال فتحة؟ شو حتصير صورتها بدون ما استخدم المستوى البياني، فقط باستخدام معلومتي اللي أنا استنتجتها؟ حثبت الصادات وحغير إشارة السينات، فحتصير موجب 2 وسالب 6. أرجو تكونوا فهمتوا الدرس بناتي. حاولي حلي تمارين ومسائل الكتاب صفحة 103، وفي عندي رسم على المستوى البياني، بتأمل يكون عندك الدفتر المستوى البياني ترسمي عليه، أو دفتر المربعات ما عندي مشكلة، واللي ما عندها وحابة ترسم على ورق أبيض كمان. أنا بعرف إنكم تتقنوا الرسم، ديري بالك على المسافات بين الأرقام تكون نفس المسافة، ما منحط شحطة منحط نقطة عشان ما تبين سالب. وبلش حلي تمارين مسائل الكتاب ونتناقش أنا وياكي بالحل إن شاء الله. في أمان الله.